طيب هيجي حد من المشاهدين يسأل حضرتك ويقول لك احنا مقتنعين بهذا الامر في بعض الامور، انه انت بتنشغل بالفعل عن الفاعل بالجوهر، لانه الامر عام بالقضية عموما، انما في مواقف معينة لابد وان تأخذ على يد الفاعل، عين الفاعل، لانه فعله متعدي للضرر بالآخرين أو بيفسد أو بيضر. لست أنا المعاقب لأنني لست صاحب قرار أو قانون أو أنني، لكن أنا أتحدث عما قاله أو من يقول كذا فهو خارج عن الملة. من يقول هذا هو إذا كان يعني يشعر بهذا ويريد أن يصحح فمرحبا به، وإذا تمادى فالناس قد عرفوا مهمته. طب أنت حضرتك ما بتنتهج هذا الأمر بتفترض أنه إنه 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 في مسؤولين وجهات رسمية هي بقى اللي بتتصدى للفاعل كفاعل، لأنه الفاعل قد يفعل فعل يجب أن يؤاخذ عليه. نعم. لأنه بالضبط بيؤذي بيظلم او بينشر فكر مؤذي او ما شابه ذلك، فلازم يعني انا اقصد عشان المشاهد ما يقولش طب امال اللي هيغلط هنسيبه وهنفضل نقيم الافعال ولا نحاسب الافراد؟ يعني القران الكريم واضح في هذا الامر في موضوع ذو القرنين حين مدحه الله عز وجل واعطى له الحريه في التصرف مع القوم الذين ظلموا. قال ايه؟ اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. واما من امن او عمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. هذا المنهج منهج الثواب والعقاب. بمعنى انني لا اذا كنت اريد الاداره الحقيقيه الحاسمه يبقى لابد من معاقبه المجرم و يعني في الدنيا، ولا اعتمد على ان الله سيحاسبه في الاخره. هو يقول اما من ظلم فسوف نعذبه نحن ثم يرد الى ربه. لابد من هذا. والحقيقه ان النصح يجب ان يتجه الى الجميع. وانا حكى في هذا متاثر بفضيله الشيخ محمود فايد الامام الخامس للجمعيه. كان دائما يقول القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلو اقتصرت النصيحة على العامة لقال الشيوعيون إن الدين أفيون الشعوب، فلا بد أن تتجه النصيحة إلى الأئمة قبل العامة. ومن هنا يعني نتجه نحن في أساليبنا ومنهجيتنا الدعوية إلى أن ننصح أيضا المسؤولين أن يتصدوا لعملية التسيب والفساد وما إلى ذلك، ولكن ليس بغرض التشهير ولا بغرض الإثارة، ولكن بغرض النصح والنصح الصادق. وإذا كانت النصيحة فعلا من داخل الإنسان فإنها تستقبل استقبالا طيبا دون أن تحمل على اتجاهات أو تيارات أخرى من القلب إلى القلب. بالضبط. أنت حضرتك واضح أنك عاصرت الأئمة. نعم. وانتقال الإمامة في الجمعية من إمام إلى آخر، ودي هل هي بتبقى كعادة يعني انتقالات السلطة فيها صراع فيها خلاف، وبالتالي انت وغيرك من الاعضاء بتقولوا يا رب او الحريصين وبتتفادوا المعتاد في الصراع، ولا لا حالة خاصة في الجمعية؟ الحقيقة ان الإمامة في الجمعية الشرعية مسؤولية وعبء. الاساس فيها التبرع والتطوع، يعني ليس فيها ما يستدعي الصراع، لأنه هي عبء يتحمله المرء ابتغاء وجه الله عز وجل. ومن هنا لم يكن هناك مطلقا صراع في ما يتعلق بالإمامة،
من اول الامام الرابع انا عاصرت فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري طول المدة بتاعته. لما توفي رحمة الله عليه كانت الاجتماع هيئة العلماء في الجمعية، لان هي قانون الجمعية ان هيئة العلماء هي التي تختار الامام، والامام بيكون رئيس هيئة العلماء، وده له الامامة الى ان يموت او الى ان ينحرف عن مناهج الجمعية، ده مستمر. اما مجلس الادارة فهو بالانتخاب، فبيدخل الامام ايضا عضو او في مجلس الادارة اولا، فاذا فاز في الانتخابات يبقى هو رئيس مجلس الادارة وهو الامام، الاثنين مع بعض. اللي حصل ان بعد فضيلة الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه ما توفي لم يكن هناك صراع اطلاقا، لان عندنا الكبير الشيخ محمود عبد الوهاب فايد رحمة الله عليه، وكان له قدم كبيرة في الجمعية من زمان، ومعروف مواقفه الحقيقية، مواقف رائعة جدا جدا من ايام الرئيس جمال عبد الناصر، كانت له كلمة يعني مشهورة ايام التأميم، كان له موقف كبير جدا الحمد لله، وكذلك في ايام الرئيس السادات وفي ايام الرئيس حسني مبارك. طب هو هنا كان بيتعامل مع الفعل ولا يتعامل مع الفعل والفاعل؟ لا برضو زي ما المنهج واحد، وهو ان يتعامل مع القضية، القضية نفسها. بس هو في الاخر خلاص صاحب القرار معروف خلاص، يبقى هو يحس بقى بنفسه، مش دعوه بيه. فالمهم ان انتقل سهل جدا. بعد الشيخ محمود فايد قعدنا مع بعض ايضا كلنا وقلنا نعمل انتخاب هيئة العلماء. هيئة العلماء كم واحد؟ في عندنا هيئة العلماء 450 عالم، الا ان في منهم هيئة اسمها هيئة كبار العلماء بتكون 7 أو 9 أو 11 حاجة زي كده. طب وهم دول اللي بينتخبوا 450 بيجوا ازاي؟ لا دول بيجتمعوا بقى في اثناء الاعداد للدعوة. يعني مين يخلي واحد يخش يبقى ضمن 450؟ ايوه هناك شروط في اللائحة، ان يكون خريجا من جامعة الازهر كويس اولا، وان يمارس الدعوة في الجمعية لمدة 5 سنوات دون مشكلات، او ان هو يكون اداؤه يعني مفيش عليه مأخذ، معلش مأخذ. يبقى في الحالة دي له الحق في ان يتقدم الى ان يكون عضو في هيئة العلماء. فبالنسبة للعدد كبير فمن هنا فيه مجموعة منهم تختار لتكون هي المسؤولة عن بالانتخاب. نعم بالانتخاب ولا في الحقيقة باختيار الامام، اللي هو يرى مين اللي يصلح لان يكون اماما بعده. فبتجتمع الهيئة ونعمل انتخاب مين يا اخوانا، اختيار بقى مش انتخاب، اختيار يعني هم بالانتخاب ما يعتبر انتخاب ايضا. فبسلاسة جدا انتقلت من الشيخ محمود فايد الى اخونا دكتور فؤاد مخيمة رحمة الله عليه، حصل على 4 ضد 3 كنا 7. فخلاص عادي جدا. بعد ما توفي رحمة الله عليه عرضوها علي اولا فانا رفضت، قلت انا لست اهلا له، ومكست اسبوعا كاملا في البيت وهم يلحون ان نعقد الهيئة لتختار. فالحقيقة انهم فرضوها علي في ذلك الوقت، لم يجدوا اقدم مني في الموضوع، والحقيقة يعني دعوت الله عز وجل ان يعينني عليه. وفي الحقيقة حينما قبلت ذلك كان هذا مصداقا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ان من طلبها يعني كانت عليه وبالا، خزي وندامة، ولكن عليها من لم يطلبها أعين عليه. فالحمد لله ربنا أعاننا. ده كان سنة كام بقى حضرتك؟ سنة 2002، بقى لنا 7 سنين. وأنا قلت لك إن أنا بقى عندي سن 70، وأنا الإمام السابع وبقى لي 7 سنين. فالموضوع يعني إيه؟ سباعي بشكل فالمهم إنه في الفترة دي طيب كان في درجة، أنت قلت كانت في اختيار 4 إلى 3، المرة دي كان في إجماع لأن ما كانش فيه اختيار حضرتك بالإجماع. الحمد لله. طيب الحمد لله. يعني مشيت فيه على خطى برضو من قبلي محافظة على سير الجمعية ونشاطها،
والحمد لله كان من أهم ما كنت مهتم به جدا باعتبار خلفيتي الصحفية، لأنني عضو نقابة صحفي من سنة 72، يعني عندي 33 سنة عضو نقابي، وقبل كده مارست في ليبيا وفي الأخبار وفي الأهرام، وأدركت بأن الجمعية زي دي باتساعها واتساع نشاطاتها لابد أن يكون لها صوت، فسعيت إلى استخراج ترخيص رسمي من لهذه المجلة. فيعني الحقيقة استعرضت كل الأسماء الموجودة على الساحة حتى لا أكون مكرر مع عنوان مجلة أخرى، فهداني الله عز وجل وأنا أقرأ القرآن